لما بتشوف واحد راح يشرب سم بده ينتحر ما بتمنعه؟ تصرف طبيعي. طيب خليني أخبركم على نوع من السموم هو أخطر مليون مرة من كل أنواع السموم اللي بتعرفوها. النسيج الشحمي اللي موجود سواء تحت الجلد أو بالعضلات مختلف أنواع الجسم أو داخل البطن هو نسيج سام جدا، لأنها ببساطة هاي القطرات وهالنوع من السم بيقتلك ببطء. هو فاتورة رح تدفعها عاجلا أم آجلا، رح تدفعها من صحتك ومن نشاطك ومن عافيتك. لهالسبب لازم نهتم بصحتنا بأكلنا وبشربنا وبحركتنا مشان ما نوصل للمرض أنا شخصيا بسميه التسمم الدهني. أنا الدكتور ناظم الرفاعي ورح نتعرف سوا على حياة صحية سهلة وبسيطة.